شارك عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين في حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس السيد عبد الله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البحرين بمناسبة العيد الوطني 48 لبلاده. هذا وأكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة على عمق ومتانة علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات في ظل ما يربط بينهما من وشائج القربة والمصير المشترك. كما أعرب السفير عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر الذي يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للحكومة الرشيدة وللشعب العماني الأبي بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد. داعين الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار. أود أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ولأصحاب السمو والمعالي نواب رئيس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء ولتشريفهم اليوم ما حاطونا به من تقدير كبير بتشريفهم لنا للسفارة. بهني مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بهذه المناسبة العيد الوطني 48 المجيد، وهني كافة الشعب العماني قيادة وشعبا. نشكر سعادة السفير على هذه الدعوة الطيبة لحضور حفل العيد الوطني 48 للسلطنة في حضور كافة الأخوة من دول مجلس التعاون الشقيق، وأيضا نهني مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وكافة الشعب العماني بهذه المناسبة الطيبة، ونسأل الله أن يعيدها عليهم أعوام مديدة إن شاء الله. والحمد لله ما نشعر بأي فرق سواء إننا خارج عمان، الحمد لله الوضع واحد ونحتفل هنا مع أخوتنا البحرينيين وجزاهم الله خير وناس عزيزين على قلوبنا. وحقيقة أنا ما أشعر بالاختلاف يعني بين البحرين وعمان، لأن البحرين احتضنتني يعني وصارت يعني وطني الثاني ودولتي الثانية. في هذه المناسبة أحب أشكر أولا دولتي السلطنة وأشكر البحرين على احتضانها لنا كطلبة مبتعثين.